تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. دونك زيشانا اللي هو لو ديريكتور ارتستيك ديال لو ترامبلان ديال لو بروغراماتور دي زارتيست انفيتي اللي درت هاد الخدمه هادي نيابه عنه اللي تنسلموا عليه السي مهدي اوهدي المدير ديال المهرجان. دونك فوالا الاستاذه مريم راه معلمة. بارك الله عليك استاذه مريم اللي لاختيست هيب هوب اللي مقاتله ما عندي ما نقول بنت مدينه اكادير. En ce qui concerne aussi le programme, quand on dit des relaps, ça doit être assez. Il y a d'autres papa qui a fait ou la domaine. Le hip hop, là, خرج مثل الناس بسيطة اللي عندهم مشاكل بسيطة واللي ما عندهمش دي بلاتفورم اللي يقدروا يعبروا على المأساة ديالهم وعلى الحياة ديالهم ويقدروا يدوي فيهم على راسهم. خرج الناس اللي بحالنا حنايا this amazing festival and I'm very proud and one thing that really touched me about this festival was the fact that it wasn't just for the adults, it was for the youth and that's what it was something that was really about the youth and specifically about women. I remember when I came here the previous time invité اللي منهم محمد يحيى اللي جانا من اليو كي سي لا دوزيام فوا اللي تشارك معنا فوالا تسليتو الزملاء الصحفيين اللي انتوا الدعوه وجاو باش يعطوا هذا الندوه وشكرا لكم انتوما لانكم شباب الحمد لله شباب طموحين شباب كنبغيو لهم ان شاء الله مستقبل ظاهر لان الشباب لما كيتكلموا ولما كيعرفوا يعني سواء الثقافه ديال المنطقه كنحييهم وكنتمنى لهم كل التوفيق. لا غير الاشكال اللي غيكون هو الاشكال ديال الدعم في كل جهه. اي واحد كنظن مثلا مهرجان كيف ما كان كيكون مشكل ديال الدعم بالنسبه للمؤسسات الاقتصاديه في المنطقه بالنسبه للمؤسسات اللي تابعه الدوله من يعني حق. السلام عليكم، تنرحبوا بالناس ديال اكادير في مهرجان موروكو هيبو فيستيفال في لا ثوازيام ايديسيون ديالو اللي كاين في ساحه الوحده. كاينه 3 جورني ديال الفيستيفال، كاين لا بروميير جورني اللي فيها لو ترومبلان ناسيونال موروكو هيبو ترومبلان في 10 ديال لي زارتيست اللي جاونا من جميع ربوع المملكه. كاين لا دوزيام جورني اللي فيها دي زارتيست انفيتي بحال مويا اللي جانا من اليو كي بحال لارتيست درانك باندا لو فانكور ديال تشيك باك ذا مايك. وعندنا لو فامو دي جي دياز و ام سي زنزان. لا ثوازيام جورني غتكون فيها تسليم الجوائز لا كلوتور اي روميز دي بري مع جوج ديال الناس اللي ربحوا في لو ترومبلان. وغتكون لافتر كلوزين مع سبيسيال سكراتش كما تنعرفوا دي جي هو باش بدا الهيب هوب مع دي جي دياز اللي غيكون في اختتام الحفل ديال المهرجان. ومرحبا بكم عندنا وتنشكركم ونشوفكم في ليزيديسيون لي بروشان زيديسيون هنا في اكادير. First of all, I'd like to thank the organizers of this remarkable festival. It's a great honor to be here again. I think it's very, very important, and it's nice to see the growth of it. I hope that the local community support it. It's not just about music, but it's about education, it's about empowerment, it's about community building. It's about using hip hop as a tool for social change. تبارك الله على الناس ديالها ملي تتعطاهم الفرصه تيقولوا الكلمه ديالهم. تنشكروا